هذه أحجية يا مولاي، تريد أن تختبر فيها أحدا؟ أحسنت يا بلعتاهية، أحسنت. أبلعتاهية، إياك أن يعلم أحد بهذه الأحجية. لن يعلم أحد بهذا، حتى أنا يا مولاي. اكتب البيتين على رقعة وأعطني إياها، وأنا سآمر بكتابة الحروف موزعة. تريد أن تفرد حروف الأبيات وتوزعها فيعاد تجميعها بأبيات؟ أحسنت، أحسنت يا بلعتاهية. أحجيات الرشيد، من يستطيع أن يحلها ويعرف ماهيتها؟ إلا على ابنة العم. ليس في الأحاج أبناء عم. أنت سيدة القصر ولا يوجد منازع لك في ذلك. إلا على قلبك يا هارون، إلا على قلبك. ما زال قلبي بين يديك. قلبك يدخلني في ألاعيبه. قلبي محصن بزبيدة يا أم محمد، فلا ألاعيب عليك ولا تجارب. ولكنني سأخوض بها. أنت غير معنية بهذه اللعبة، هي معدة لباقي سكان القصر. أنت يا زبيدة أجل من ذلك. ولكن من أجل من صنعت تلك الأحجية؟ من تلك التي جعلت منك طفلا يحن إلى ألاعيب الشباب ولهوهم؟ أبا العتاهية، بارك الله بك يا أبا العتاهية على هذا الجهد. فليمسك الجميع. هذه الأحرف تشكل كلمات، والكلمات تشكل شطرا، والشطران يشكلان بيتا. هذه الأحجية للجميع، جميع من في القصر من جوار وخدم وأسياد وأشراف ووزراء، ما عدا الشعراء. من يستطيع أن يجمع بيتين من هذه الأحرف سأزنه ذهبا وفضة. معكم يومان، بعدها سأكون في حل من هذه الأحجية. هيا لنبدأ.